ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اتفرجوا علينا النهارده، هنتكلم مع مجله نجمه، كلام لذيذ خفيف. اتكلم معانا النهارده انت ولا جاي؟ لا جاي اتكلم ان شاء الله. ماشي، معانا شريف هيتكلم برضه. استنوا. هما دايما هيعملوا فكره جديده، دايما هيعملوا يبقى فيها حتى في في الكور بتاعها بيبقى مثلا، يعني لما عملنا معاه قبل كده ساوند كلاش مثلا، فهو كانت الفكره ان احنا هنغير المزيكا اللي احنا بنعملها الى حاجات تانية، جانرز تانية، هيبقى في حد تاني في الستيج قدامنا، فكره مختلفه خالص عن التقليد اللي بيتعمل، يعني بره البوكس خالص. يعني هنوزع اغانيها بشكل جديد عشان تبقى ماشيه معانا اوركسترا. فكره الاغنيه دي ليها جانرا معينه، هتبقى عامله ازاي؟ ده مربط الفرس في التشالنج بتاع ريد بول سيمفونيك. وكمان ريد بول من اكتر البراندز اللي بنشتغل معاها، بنبقى واثقين ان هم هيطلعوا حاجه كويسه جدا وهيطلعوا احسن كواليتي. الناس فاهمه قوي شغلها، عندهم باشن رهيب. الموضوع ده كان عندنا في الدرج، فانا عشان كده بقول لك لما ريد بول جم قالوا لنا اتبسطنا، اللي احنا هنلاقي قشطه ممكن نعمل كده مع ريد بول، حد تاني مش هنعمل كده معاه، فاهم قصدي؟ واثقين يعني هتطلع حفله. بياخدوا بالهم من كل حاجه، جايبين احسن مهندس صوت اللي بتاع هانز زيمر، جايبين يعني الفينيو، كل حاجه اشتغلنا مع بعض على كل حاجه بيرفكت.